دلوقتي تعالوا نروح على مقر جريدة البوابة نيوز، حيث تتواجد زميلتنا العزيزة مريم سميح اللي مشكورة هتعرفنا على أهم المانشيتات وآخر المستجدات في دنيا الصحافة الرياضية. صباح الفل عليك يا مريم، اتفضلي احنا سامعينك. صبح عليك يا كريم، وصبح عليك يا نهواندو، وصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر البوابة نيوز. طبعا معانا عدة عناوين بارزة صادرة صباح اليوم الاثنين، والبداية طبعا أكيد لأن لسه يعني يمكن ردود الأفعال حول المؤتمر الصحفي الخاص بأزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا لسه مازال صداها بيسيطر على عدد كبير جدا من عناوين الصحف المحلية والعالمية. فخلينا نبدأ من البوابة سبورت، وعنوان في هذا الشأن: الأهلي يطلب من وزير الرياضة إعلان نتيجة التحقيقات بشأن خطاب تنظيم المباراة النهائية لدوري الأبطال. أرسل النادي الأهلي خطاب للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بيطلب فيه كشف نتائج التحقيقات التي تجريها اللجنة العليا للشكاوى بالوزارة. ده طبعا علشان يعني نشوف أو يشوف النادي الأهلي وصل لفين في نتيجة هذه التحقيقات الخاصة بملابسات أو أحدث ملابسات الخطاب الخاص بتنظيم دوري أبطال أفريقيا أو نهائي دوري أبطال أفريقيا واللي أقيم ما بين الأهلي والوداد المغربي. وطلب النادي كشف ما جرى من اتحاد الكرة المصري في هذا الشأن، وتسبب في ضياع حق مصر قبل أن يعني يضيع كمان حق يعني النادي الأهلي على وجه التحديد. لأن زي طبعا ما احنا شفنا أن طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كان بيتكلم أننا ضياع لحقوق الكرة الأفريقية قبل أن يكون ضياع لحق النادي الأهلي، وذلك طبعا في ضوء الخطاب الذي أرسله الدكتور أشرف صبحي للنادي قبل أيام. طبعا يعني يمكن تقرير بوابة سبورت أيضا تضمن فكرة يعني الحديث الخاص بجزئية كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه هو يمكن كان في ناس كتيرة جدا بتسأل لماذا لم ينسحب الأهلي من هذا النهائي. وطبعا ده اللي وضحه كابتن محمود الخطيب، أنه هو اجتمع أو بإجماع مجلس إدارة النادي الأهلي وأيضا مجلس إدارة شركة النادي الأهلي لكرة القدم أنه هم يمكن رفضوا الانسحاب. ده طبعا نتيجة أو يمكن ده كان هيؤدي لخسائر كتير جدا، يمكن ثلاث بطولات أو أكثر من ثلاث بطولات يعني يمكن النادي الأهلي كان هيخسرهم في الفترة القادمة، وده طبعا النادي الأهلي مش متعود عليه تماما. أيضا يمكن كان هيتم إيقاف النادي الأهلي لمدة عامين من المشاركة في هذه البطولات. ويمكن كمان كابتن محمود الخطيب أوضح أن أكيد كان هيكون في يعني خسائر أدبية وخسائر تسويقية في هذا الشأن. من موقع اليوم السابع، انطلاق بطولة الجمهورية لبراعم المصارعة اليوم. تنطلق اليوم منافسات بطولة الجمهورية لبراعم المصارعة والتي تقام في جهاز الرياضة وتستمر حتى بعد غد الأربعاء، طبعا يعني المواليد 2009 2010 و2011. وكان مسؤول اتحاد المصارعة برئاسة عصام نوار خطبوا نظرائهم باللجنة الأولمبية لتسجيل اللاعب عبد الرحمن محمد بدلا من محمد إبراهيم كيشو في قائمة دورة ألعاب البحر المتوسط والتي تقام بال الجزائر في الفترة من 25 يونيو حتى يوم 5 يوليو المقبل. وكان كيشو قد تم تسجيله في ميزان 67 كيلو، وبعد قرار عدم مشاركته بسبب المدرب والإعداد والامتحانات تم مخاطبة الأولمبية لإدراج عبد الرحمن محمد بدلا منه في قائمة المنتخب المقرر مشاركته في الدورة، خاصة أن عبد الرحمن محمد حاصل على بطولة إفريقيا. ومن بوابة أخبار اليوم وإلى العناوين العالمية، رسميا بنفيكا يعلن انتقال نونيز إلى ليفربول ب 100 مليون يورو. أعلن نادي بنفيكا البرتغالي انتقال مهاجمه الأوروغواني داروين نونيز إلى ليفربول بصفقة تصل إلى 100 مليون يورو. وأصدر بنفيكا بيانا رسميا يعني يمكن منذ ساعات قليلة جدا للإعلان عن إتمام الاتفاق مع ليفربول بشأن انتقال نونيز إلى الريدز ليكون أغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي. وأكد بنفيكا أن النادي البرتغالي توصل لاتفاق مع ليفربول بقيمة 75 مليون يورو بالإضافة إلى 25 مليون يورو كإضافات ليكون إجمالي الصفقة 100 مليون يورو. ويستعد نونيز طبعا يعني للسفر خلال الساعات المقبلة، يمكن خلاص يعني وإحنا بنتكلم يكون وصل نونيز إلى مدينة ليفربول طبعا علشان يمكن كمان يخضع للكشف الطبي الخاص بانضمامه لنادي ليفربول
ليفربول وينتهي عقد نونيز مع بنفيكا في صيف 2025. وسعى ليفربول خلال الايام الماضيه للتعاقد طبعا مع نونيز لتدعيم خط هجومه، ده طبعا بلاعب من العيار الثقيل في ظل الانباء حول رحيل ساديو ماني، ويمكن كمان في غموض احنا كشفناه او كشفته التقرير الصحفيه واحنا تناولناه في عدد من فقراتنا الصحفيه في 10 الصبح في الاهلي، ان يوجد يعني بعض من الغموض حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول ايضا، وده اللي خلى يعني يمكن ليفربول يسعى لاتمام هذه الصفقه، لان يمكن ساديو ماني ومحمد صلاح بينتهي عقدهم مع نهايه 2023. واخيرا من الشرق الاوسط، فرنسا تواجه خطر فقدان لقب دوري الامم وانجلترا مهدده بالهبوط للمستوى الثاني. تواجه فرنسا بطلة العالم خطر فقدان لقب مسابقه دوري ابطال او دوري الامم الاوروبيه لكره القدم طبعا عندما تستضيف كرواتيا اليوم الاثنين في باريس ضمن الجوله الرابعه من منافسات المجموعه الاولى يعني للمسابقه، بينما اصبحت انجلترا مهدده بالهبوط للمستوى الثاني بعد تذيلها ترتيب المجموعه، وتحتل فرنسا المركز الرابع والأخير في المجموعة يعني رصيد نقطتين من تعادلين من النمسا وكرواتيا بنتيجة واحدة، كانت النتيجة في يعني مع الماتشين هي نتيجة واحدة 1-1 وأيضا 1-1. وفي المجموعة الثالثة عجزت إنجلترا من تحقيق ثأرها من إيطاليا والتي حرمتها الصيف الماضي من لقبها الأول في كأس أوروبا، وذلك بالتعادل مع أو بتعادل 0-0 مع وولفرهامبتون. دي كانت جميع العناوين أو أبرز العناوين الصادرة صباح اليوم الاثنين من داخل مقر بابا نيوز، بشكركم جدا، الكلمة ليكم مرة أخرى. إحنا اللي بنشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة مريم سميح على هذه التغطية الصحفية المتميزة كالعادة.